بسم الله الرحمن الرحيم بعد الفاتحة بعد صلاة الفجر أي بعد صلاة أوراد والأوراد تسبيحات أيوة. نعم سيدي أيوة الواحد متجه للقبلة نعم سيدي أصبحت لله ضيفا والله للضيف يغني أحسنت بالله ظني أن أحسنت بالله ظني أن يكشف السوء عني يا عالم السر مني لا تكشف الستر عني الله يجزيك الخير ثلاث مرات إيه بعدها يا الله يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام نسألك من فضلك العظيم ثلاث وثلاثين مرة تدفق الأرزاق اللهم صل على سيدنا الله. محمد يقول الإمام من قال يا الله نادى بأسماء الله كلها يا الله ومن قال يا أرحم الراحمين ما قال عبدا ثلاث مرات يا أرحم الراحمين إلا نادى ملك إن الله أغبر عليك فاسأله اللهم صل على الحبيب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام الله الأعظم الله أكبر وعن الله سيدنا ابن الزبير الله يرضى عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم إن لله أموال محبوسة غير الأرزاق المكتوبة الله أكبر لا يعطيها إلا من سأل الله من فضله الله أكبر فلما تقول يا الله يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال الكرام نسألك من فضلك العظيم ما شاء الله 33 مرة الله أكبر اللهم صل على الحبيب تجلب الأرزاق من أقصى البلاد ما شاء الله الله يجزيك الخير يا سيدي تختمها بالفاتحة الله يكرمك أكرم سيدنا النبي مجلس مبارك عند أقدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الفضيل بعد الحج سيدنا أبو محمود العباسي قدس سره العلي الله يكرمنا بخدمته وبالنظر لوجهه الجليل صلى الله عليه وسلم ابن الزبير قال لا يعطيها الله هذه غير الأرزاق المكتوبة أموال محبوسة عند الله لا يعطيها إلا من سأل الله من فضله اللهم صل على الحبيب